احنا خلال شهرين سلمنا الى جهاز الامن الوطني ويعني وثائق ثبوتيه اكثر من 15 شبكه فساد، وشبكه انه يعملون على ايهام المواطن، الاتصال بالمواطن انه انا الباحث الاجتماعي تعال واسوي لك راتب حمايه اجتماعيه، وبالاخير يروح له وياخذ منه. والان ايضا يعني الان الدارجه ومعها ايضا من خلال ادعو المواطنين انه لا تصدقون بهيجي، ويخابره يقول له انت وين مثلا بيا محافظه دياله او محافظه البصره او غير محافظات بغداد، يقول له تعال لبغداد وانا اسوي لك راتب حمايه اجتماعيه. يجي المسكين هذا الطريق كله يوصل لبغداد، يوصل الباب الدائرة حماية اجتماعية، ياخذ منه 500 ألف دينار ويقول له انتظرني هسه راح اسجل اسمك واجي. يطب الموظف من باب، يعني هو المواطن يعني يطب من باب يطلع من باب ما يلقى الشخص اللي يخابره واخذ منه المبالغ، ويجي هذا المواطن يفتر بالدائرة انا هسه موظف اخذ مني من فلوس، ونجي ندور عليه اصلا هو ماكو موظف. يعني بس هذه يعني ماكو متابعه الوزاره مفتوحه لهالدرجه يعني اي مواطن هو يقدر يجي يراجع يوصل باب الدائرة يدخل من باب يطلع من باب، يعني هو صوت المواطن انت شلون يعني تامن وتعطيه مبلغ. لذلك احنا سلمنا اكثر من 15 يعني شبكه يعني بالاسماء، واكو ارقام تليفونات مشخصه ومعروفه اللي يعني يجون مواطنين يشتكون على هذه الارقام، وباتصالات يعني اتصالات كل ضخمه. دكتور هذا مو يرجع على جهاز الامن الوطني بانه اكو ضعف عندها باجراءات التوعيه للمواطن؟ التوعيه موجوده، لكن هو يعرف من المواطن انه انت من يجي يجيبك من فلان محافظه ياخذ منك هذا المبلغ ويروح. الان موجوده اذا تدخلين على موقع الوزاره اكو انه يعني توعيه المواطن انه التقديم الالكتروني. ايضا بالحقيقه هو التقديم الالكتروني هو اكبر ضامنه للمواطن انه انت تجي اجراءاتك سليمه. اذا انت تروح تعطي مبالغ واسمك اصلا ما داخل بالقاعده الالكترونيه شلون راح يكمل لك راتب حمايه اجتماعيه؟ وايضا اكو موضوع كلش مهم، مثلا شخص عنده حساب، هذا الحساب يخلي به مليون دينار، من خلال شركات الدفع يقدر يصدر على هذا المليون دينار خمس بطاقات، خمس بطاقات ذكيه. المواطن مسكين يجي قال راح اسوي لك راتب رعايه، يجي ياخذ منه مثلا مليون دينار، شو يسوي؟ يصرف له من هذا الحساب ويجي يصدر له بطاقه رسميه من شركه الدفع ويبصم. يطلع المواطن، تتحدث انت عن امثله حيه يعني امثله حيه يوميه، يعني يجون هالمواطنين المسكين من يجي بطاقه يستلمها ومع راتب حمايه اجتماعي ذاك يصرف له من حسابه الشخصي، يستلم شهر يستلم شهرين تنقطع عنه الاعانه، يجي يبكي يقول انا ليش قطعت عنه الاعانه؟ من اجي ادخلها بالنظام اصلا هي ما صادره من هيئه الحمايه الاجتماعيه.